السلام عليكم. بعد ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت عن الكمبيوتر واتكلمت يعني ايه هاردوير وشفنا الانبوت يونت والاوتبوت يونت، عرفنا الميموري وعرفنا الارثماتيك اند لوجيك يونت وعرفنا السي بي يو. اليوم ان شاء الله بنتكلم على الجزء الثاني الخاص بتمثيل حاجة مهمة جدا وهي عبارة عن الديتا. يعني حضرتك البيانات اللي هتدخل للكمبيوتر دي هتدخل شكلها ايه؟ او الكمبيوتر بيتعامل مع ايه بالظبط؟ طبعا حضراتكم عرفتم ان الكمبيوتر المحاضرة اللي فاتت بيتعامل مع حاجة اسمها الواحد والصفر او اللوجيك 1 ولوجيك 0. لوجيك 1 ولوجيك 0. لوجيك 1 ولوجيك 0 دول مرتبطين اساسا بالفولت، يعني هو مقدار من الفولت، مقدار من الكهربية ما بين الصفر والخمسة، تمام؟ وعلى حسب المكونات المادية او الدوائر الالكترونية المصنعة للكمبيوتر اللوجيك 1 ده رينج معين او مقدار معين، يعني مثلا من 2 ل 5 او من 3 ل 5، اوكي. واللوجيك 0 ده مقدار يعلو الصفر قليلا، مثلا ممكن لحد 7 من 10 او ممكن لحد 1 وهكذا على حسب الدوائر. وبالتالي كل حاجه في الدنيا لازم تتحول الى 1 وصفر. ايه ده؟ يعني حضرتك متخيل ان انت وانت بتكتب على الكيبورد لوحة المفاتيح بتاع الكمبيوتر، لما بتكتب اسمك او لما بتدخل عمرك او لما بتدخل حالتك الاجتماعية او انت بتضغط مسطرة مسافات او انت بتعمل function keys او انت بتختار وجبة من الوجبات في احد المطاعم الشهيرة، اوكي، او انت مثلا في مركز استعلامات وبتضغط على touch screen بتقول والله انا عاوز اروح المدينة الفلانية، اوكي، او انت بتلعب على الموبايل بتاع حضرتك وبتختار حاجة. كل اللي رايح واللي جاي اللي بيتنقل واللي بتعمل له بروسيسنج هي مجموعة من الشفرات، اوكي، كلها وحايد وصفار، كلها وحايد وصفار، لان العالم بتاع الكمبيوتر وحايد وصفار او لوجيك 1 ولوجيك 0. يعني الارقام الصحيحة دي او الارقام الكسرية هتتحول الى وحايد وصفار. الكاركترز السبيشال كاركترز الابر كيس واللور كيس، الحروف الكابيتال والحروف سمول، هتتحول لوحايد وصفار، اوكي. وبالتالي هو ده المجال اللي بنشتغل فيه. احنا بنشتغل بحاجه اسمها الواحد وصفر او بيتقال عليها مين بقى؟ الماشين كود. الماشين كود، اوكي. طيب خلينا نبص الاول على شكل الداتا هيراركي، شكل الطبقيه بتاعت البيانات. شكل طبقيه البيانات اللي احنا بنتكلم عليها بتبدأ منين بقى؟ البيانات بتاعتك بتبدأ من المستوى الصغير اللي قوي، اوكي، اللي هو بيطلق عليه بت، والبت دي عبارة عن وحدة او مكان تخزين يحتمل الصفر ويحتمل الواحد. يبقى دي سيل، خلية، يا اما فيها صفر يا اما فيها واحد، ودي ابسط حاجة موجودة في البيانات بتاعتنا. طب والله لو مجموعة بتس مع بعض تعمل ايه؟ تعمل بايت. تعمل بايت، اكيد سمعتوا كلكم حضراتكم عن البايت. لما اجي اقول ان الهارد ديسك كام بايت، او الرام اللي معايا، اوكي، الهارد ديسك كام جيجا بايت، او الرام اللي معايا، اوكي، كام ميجا بايت، اوكي، او الفلاش ديسك اللي في ايدي كام ميجا بايت، او الموبايل اللي معايا بنفس الشكل، تمام. يبقى احنا كان عندنا بيتس ثم عندنا بايتس، اوكي، والبايتس دي المعلومية حضرتك عبارة عن 8 بت. 8 بت يعني 8 خلايا جنب بعض بيمثلوا بايت، او نقدر نقول عليهم حاليا يتقال عليهم كاركتر، اعتبرها حرف. البايت ده اعتبره حرف، تمام. حرف يعني ايه؟ يعني حرف كابيتال، حرف سمول، ممكن يكون رقم، ممكن يكون سبيشال كاركتر زي مثلا بيرسنت علامة النسبة المئوية، زي الكوتيشن مارك علامة استفهام، زي السلاش الشرطة المايلة لقدام دي، او الباك سلاش الشرطة المايلة للخلف، اوكي. طيب الثمان اماكن دول بيحتملوا شفرات كتير، بيحتملوا ممكن احط فيه مجموعة وحايد وصفار مختلفة توصل ل 256 احتمال، فهم قادرين على تمثيل مثلا 256 حرف او بطريقة ما 128 حرف، تمام. يبقى انت عندك بت ثم انتقلت الى مين؟ الى بايت. البايت ده جنب بايت اخر جنب بايت اخر ممكن يعمل حاجة اسمها فيلد. يعني مثلا اسم حضرتك ده يعتبر فيلد،
زي مثلا الاي دي، رقمك الوظيفي مثلا يعتبر اي دي، تمام؟ يعني اسف يعتبر فيلد. طيب لو رتبنا شويه فيلدز ريليتد ببعض، ده يدي مين؟ يدي ريكورد. يعني مثلا انا بفحص بيانات، البيانات دي خاصه مثلا بربنا يعافيك ويعافي المسلمين، خاصه بمرضى السكر مثلا. فانا رحت جبت حاله مشتبه فيها، جبت بيشنت، البيشنت ده مثلا البي ام اي، البادي ماس اندكس بتاعته شكلها ايه، وزنه بالنسبه لطوله مثلا، لون الجلد مثلا، الحاله الوراثيه مثلا، كل دي حاجات مرتبطه بالبيشنت بيتقال عليها مين؟ ريكورد. لو جبت مريض اخر يبقى ريكورد اخر، اوكي؟ يبقى كل ما بتجيب حاله بتقال عليها مين؟ بتقال عليها ريكورد. لو انا بجيب بيانات خاصه بالمدن مثلا، المدن والظروف الجويه اللي فيها، فكل مدينه تعتبر مين؟ تعتبر ريكورد، لان الظروف الجويه بقى تمبريتشر والهوميديتي الرطوبه، ويا ترى الجو ويندي ولا مش ويندي، في رياح ولا ما فيهوش، كل دي بتقال عليها مين؟ بتقال عليها ريكورد. يعني ده هيتقال عليه ريكورد، تمام؟ وده مثلا يتقال عليه ريكورد، اوكي؟ مجموعه ريكورد مع بعض بتكون مين؟ بتكون فايل. يبقى اللي عاوزين نقوله ان حضرتك عندك اول حاجه بنتكلم في مين؟ بنتكلم في معلش في حاجة، في مشكلة في الكتابة، ربما عشان بكتب في برنامجين ولا حاجة، ممكن. اوكي مش هنضطر نحتاجه قوي، بس خلينا لحظة. يبقى احنا بنتكلم ان احنا عندنا الاول بيت، وعرفنا البيت ده عبارة عن مكان، المكان ده يا اما في زيرو يا اما في واحد، صح؟ يبقى البيت دي يا اما زيرو يا اما واحد. عندي في بايت، والبايت دي عبارة عن 8 اماكن زي ما حضراتكم شايفين، اعتقد لو بدأنا من هنا من زيرو ثم واحد ثم اثنين ثم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، تملي في النظام اللي بنتكلم فيه صفر واحد ده بنقول عليه زي ما حضرتك عارف إن في حاجة اسمها الديسيمال نمبر أو الأرقام العشرية، ديسيمال نمبر اللي هي صفر لحد التسعة. في نظام تاني اسمه الباينري، وده اللي احنا شغالين بيه حاليا، باينري نمبر، اوكي؟ اللي هو بيتكون منين؟ من صفر ومين؟ واحد. قلنا الرقم ده كله او الاماكن دي كلها بيتقال عليها مين؟ بايت. ودي بشكل ما قادره ان هي تمثل مين؟ تمثل كاركتر. ايه الكاركتر ده؟ ممكن يكون رقم كابيتال، حرف كابيتال، ممكن يكون حرف سمول، ممكن يكون رقم عادي، ممكن يكون سبيشال كاركتر. يعني مثلا مثلا نقدر نقول الزيرو مثلا، زيرو رقم الصفر، رقم الصفر ده اوكي لو رحت بصيت عليه تلاقي ان الصفر عامل كده، ده الزيرو مثلا، اوكي؟ رقم مثلا او حرف الاي كابيتال مثلا، لو رحت بصيت على الاي كابيتال هتلاقي الاي كابيتال عامله كده، اوكي؟ مين قال بقى ان الاي كابيتال عامله كده وان الزيرو عامل كده، اوكي؟ وان كمان السبيس او مسطره المسافات عامله كده، دي ارقام حقيقيه. هتلاقي في شفره من ضمن الشفرات اسمها اسكي، وتقدر حضرتك النهارده تروح على جوجل مثلا تكتب اسكي تيبل. ايه الاسكي ده؟ ده الامريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج، دي شفره معينه بحيث لما بنضغط حرف معين من الكيبورد بتبقى انت عارف ايه اللي بينتقل داخل جهاز الكمبيوتر. فاللي بينتقل لداخل جهاز الكمبيوتر هي مجموعه وحايد واصفار. يعني ايه الوحايد والاصفار؟ اقول لحضرتك، يعني مثلا لو انت عاوز تقول لي ده مثلا واحد وزيرو واحد مثلا، دي تبقى عامله كده، دي بلس
موجة يعني قدرها 5 فولت مثلا، بعدين 0 بعدين 1، دي الويف. اوكي، نبضة كهربائية او مجموعة نبضات كهربائية بتمثل مين؟ بتمثل الواحد والصفر ومين؟ والواحد. هو ده اللي بنتكلم عليه، ان انت عندك مين بنتكلم فيه فولت، فالواحد والصفر ده مرتبط بالفولت. اتمنى ان الكلام ده يكون واضح لحضراتكم، وزي ما قلت لحضراتكم احنا بشكل ما المحاضرة يعني نظري شوية لكن نستحملها مع بعض ومش هطول على حضراتكم. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان احنا كان عندنا بت، البت دخلت في حاجة اكبر اسمها بايت، البايت عمل منه ريكورد فيلد، والفيلد ده ريكورد، ومجموعة ريكورد مع بعض عملت مين؟ عملت مين؟ عملت فايل. تمام؟ طيب نرجع للقصة بتاعتنا تاني. خلاص فهمنا الموضوع ده، البيكس دي اتفقنا ان هي اصغر حاجة في الكمبيوتر، ودي بتحتمل مين؟ بتحتمل الصفر والواحد، وقلنا عليها ان هي اختصار باينري ديجيت، يبقى بت عبارة عن اختصار باينري ديجيت. اتكلمت على الكاركتر وقلت ان صعب قوي ان الناس تتعامل مع مجموعه الوحايد والاصفار، هيبقى شق على الناس انها تتكلم باللو ليفل ده. هنا اللو ليفل مقصود بمين؟ الصفر ومين؟ الصفر والواحد. تمام، مين اللي بيمثل الكاركتر؟ اللي بيمثل الكاركتر الارقام الحروف، اوكي، والسبيشال سيمبل. طبعا الليتر دي سواء كانت ابر كيس او لوور كيس، يعني حرف كابيتال او حرف سمول. وقلنا ان في مجموعه من، طبعا الكمبيوتر بتاعنا ما بيمثلش الا الواحد والصفر، وبالتالي لكل كمبيوتر في حاجه اسمها الكاركتر سيت، اللي هي بتمثل مين؟ بتمثل الوحايد والصفر. في حاجه اسمها الكاركتر سيت، اوكي، كاركتر سيت. تمام، من اشهر الكاركتر سيت واللي الجافا بتتعامل معاه، اللي هو الموضوع بتاعنا، الجافا بتتعامل مع حاجه اسمها اليونيكود. ايه اليونيكود؟ اليونيكود اوكي بيبقى بيمثل الحرف بتاعي يا اما في 1 بايت او 2 بايتس او 4 بايتس. تمام، يبقى الكاركتر سيت بتاع الكمبيوتر في الجافا بنتعامل مع اليونيكود، واليونيكود ده عباره عن شفره بتمثل الحرف في يا اما 1 بايت او 2 بايت او 4 بايت. ومن اشهر اليونيكود او مجموعه منها بيتقال عليها مين بقى؟ بيتقال عليها الاسكي اللي شرحته لحضرتك حالا. تمام، قلنا بعد كده ان البايكس دي هتكون مين؟ هتكون فيلدز. زي مين فيلدز؟ زي مثلا اسم شخص، زي بيرسون نيم، زي البيرسون ايج. اوكي تمام كده يا اخوانا، دي اللي هي بتمثل مين؟ بتمثل الفيلدز. لو مجموعه فيلدز مع بعض اوكي بتكون مين؟ بتكون ريكورد. يعني مثلا في نظام دفع الرواتب مثلا هتلاقي الريكورد ده ممكن يكون الاي دي بتاع العامل، الايدنتيفيكيشن كارد، رقم. تمام، وده عباره عن نمبر. ممكن يكون النيم، والنيم ده عباره عن ايه؟ عباره عن كاركتر، عباره عن حروف، صح. ممكن يكون مثلا الريت بياخد كام في الساعه، ودي رقم. ممكن يكون الضرايب بتاعته تاكسز، اوكي. ممكن يكون الماريتال ستيتس، حالته الاجتماعيه. كل دي تعتبر مرتبطين ببعض، بيمثلوا مين؟ بيمثلوا ريكورد العامل. طبعا عامل تاني هتبقى البيانات مختلفه، عامل تالت هتبقى البيانات مختلفه، وهكذا. تمام، قلنا بعد كده في حاجه اسمها ايه؟ الفايلز. والفايلز دي شويه فيلدز مرتبطه ببعض، شويه فيلدز مرتبطه ببعض. تمام، اللي عاوز اقوله لحضرتك كمان، معلش انا اسف، ان الريكورد ده حاجه مهمه جدا. الريكورد ده بنشوفه داخل اللغات بيتقال عليها الاوبجكت اورينتد بروجرامنج. ما تنساش ده، في حاجه اسمها اوبجكت اورينتد بروجرامنج. في مجموعه لغات برمجه او بيتقال عليها مصطلح كده OOP، اللي منهم مين؟ منهم الجافا. لغات وانت بتبنيها مبنيه على مفهوم اسمه OOP، Object Oriented Programming. تمام كده يا اخوانا، الريكورد ده بنشوفه على انه حاجه اسمها كلاس. ايه الكلاس ده؟
الكلاس ده بشكل بسيط كده عبارة عن الوصفة اللي في ايد والدتك او اختك وهي بتطبخ في المطبخ عشان تعمل لك اكلة معينة، عبارة عن حاجة اسمها البلو برينت او الريسيبي، هنعرفها بالتفصيل، ما تشغلش دماغك بيها دلوقتي، لكن اعرف ان الريكورد ده بنشوفه على انه كلاس داخل اللغة. مين الكلاس ده؟ الكلاس ده مع حاجة تانية اسمها الاوبجكت مرتبطين بحاجة مهمة جدا اسمها ايه بقى يا اخوانا؟ اسمها الاو او بي، تنساش ده، ده عبارة عن الريكورد. تمام؟ قلنا الفايلز، الفايلز دي عبارة عن في بعض الاوبريتنج سيستم بنشوف الفايل على انه مجموعة من البايتس، اوكي، والشكل المنظم بتاع الفايل اللي انت بتشوفه ده بيبقى مسؤولية البروجرامر، بيبقى مسؤولية البروجرامر. تمام؟ شوية بشوية بقى في عندنا داتابيز، مجموعة فايلز مختلفة. الداتابيز بشكل ما عبارة عن كوليكشن من الداتا اللي متنظمة بشكل ما عشان اقدر اعمل اكسس، عشان اقدر ادخل وادور على معلومة. تمام كده يا اخوانا؟ طبعا من اشهر الموديل بتاعت الداتابيز حاجة اسمها ريليشنال داتابيز، شوية قواعد مرتبطين ببعض. يعني ايه؟ يعني مثلا الطلاب مثلا هيبقى عندي داتابيز خاصة بمين؟ خاصة بالطلاب. ماشي؟ الطالب ده هيبقى فيه بقى اسمه مثلا، الفيرست نيم، لاست نيم، الميجر التخصص بتاعه، الير، الستودنت اي دي، الجريد بوينت بتاعته. تمام؟ وممكن يكون في داتابيز اخرى، يعني طبعا الداتابيز بتاع الطلبه دي تقدر تخليك ان انت تدخل تدور على اسم طالب بالفيرست نيم، بلاست نيم، بالجريد، اوكي، بالميجر، بالتخصص، بالسنه الدراسيه بتاعته. وهتلاقي في جداول اخرى خاصه مثلا بالميل بلان لو في حاجات خاصه بالوجبات، او الاون كامبس هاوس حاجات خاصه بالسكن. تمام؟ او الداتابيز الخاصه بالكورسز، وهم مرتبطين ببعض. ده موضوع مين؟ الداتابيز. طبعا من اشهر الحاجات اللي بقت موجوده النهارده والترم مهمه جدا، وده جارجو المصطلح اسمه بيج داتا، ان احنا بنشهد النهارده البيج داتا. ايه البيج داتا دي؟ حضرتك عارف ان انت بدات يوميا في العالم توصل لرقم اسمه 2.5 اكزا بايت من الداتا. حضرتك قاعد على الويب سايت على الموبايل بتعمل اكسبت، ريجكت، لايك، ديسلايك، ماسك الموبايل بتاعك وبتعمل سايكلينج، بتجري او بتمشي، دي كلها بيانات. تمام؟ بتعمل سيرفنج للويب، راح بتدور على الاو اس ان او نتفليكس، بتختار فيلم معين، دي كلها بيانات. تمام؟ المرضى، حالتك الصحيه، الظروف الجويه، دي كلها بيانات بتتراكم. وصلنا النهارده ل 2.5 كوينتليون بايت. 2.5 كوينتليون يعني ايه؟ 2.5 اكزا بايت. شوف الاكزا بايت عامله ازاي. دي الاكزا بايت، اوكي، ده ال1 اكزا بايت، يعني 10^18. يعني حضرتك يوميا، اوكي، بتولد ارقام او عدد بيانات قدره 2.5 × 10^18، يعني واحد وقدامه 18 صفر. حضرتك مدرك ان في 2015، تمام، 90% من بيانات العالم منذ بدء الخليقة، من يوم ما بدأوا يتكلموا على بيانات، 90% بس من البيانات دي في السنة اللي فاتت، 90% من البيانات. شوف التضخم السريع في البيانات بتاعت الناس عاملة ازاي. المصطلح ده بتاع البيج ديتا ده مشهور جدا، ومن ضمن الحاجات اللي موجودة النهاردة. اخر حاجة هننهي بيها الكلام وهنبدأ بيها المحاضرة الجاية بنتكلم على البروجرام. حضرتك عارف ان الهاردوير بدون بروجرام ملوش لازمة، اوكي؟ طب البروجرام ده عبارة عن ايه؟ او البرنامج، زي ما قلنا البرنامج عبارة عن مجموعة اوامر، انستراكشن، ان انت بتنستراكت الكمبيوتر ان يعمل لك حاجة معينة، عبارة عن تتابعات من الايه؟ من الاوامر. تتابعات من الاوامر دي مرتبطة بشكل ما ببعض، يعني مترتبة، اوكي؟ وطالما هي اوامر فانواع الاوامر ايه؟ يعني لو بصينا ليهم على انهم كاتيجوريز، مجموعات، هتلاقي في اوامر خاصه بالانبوت، يعني بتخليك تدخل بيان، اوكي، زي مثلا اوامر خاصه بالادخال، زي مثلا ممكن تلاقي انبوت، ممكن تقول مثلا ريد، اوكي، حسب اللغه اللي مع حضرتك. هتلاقي في مجموعه اوامر خاصه بعرض الناتج، سواء كنت بتبعته على فايل او بتبعته على الشاشه. هتلاقي في اوامر خاصه بالماس، بالعمليات الحسابيه، الضرب والقسمه والجمع والطرح. هتلاقي في اوامر خاصه بالديسيجن لو انت عاوز تعمل شرط مثلا زي جمله اف مثلا، اوكي. هتلاقي في حاجات خاصه باللوب، ان انت عاوز تعمل لوبينج زي مثلا حاجه اسمها فور او حاجه اسمها وايل. خد بالك انا بتكلم على كلمات مفتاحيه داخل لغات بالفعل.
هتمكنك من انبوت من اوتبوت من ماس من ديسيجن منين؟ من لوب. ايه اللوب ده؟ لما حضرتك تحب تعمل حاجه اكتر من مره بتقال عليها ريبيتد كود. يبقى معنى كلمه لوب هنعرف الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله، اسمها ريبيتد كود. اللي انا عاوز اقوله هنا ان حضرتك بشكل ما كبرنامج عباره عن سيكونس من الانستراكشن، عباره عن مجموعه من الاوامر، كل امر او كل ستيتمنت بتعمل انستراكت، بتامر الكمبيوتر يعمل حاجه معينه. طب يا ترى الاوامر دي لو قدرنا نصنفها في كل لغات البرمجه هتلاقي الاوامر دي مجموعه اوامر كده هندهم لك خاصين بالانبوت بيسمحهم بدخول الانبوت، مجموعه اوامر اخرى بتسمح بعرض الخارج على الشاشه مثلا او نرميه في ملف، مجموعه اوامر اخرى بتعمل عمليات حسابيه جمع وطرح وضرب وقسمه واوامر لوجيك منطق. هتلاقي حاجات خاصه بالديسيجن ان انت تاخد قرار، هتلاقي حاجات خاصه بمين، هتلاقي حاجات خاصه بيه اللوب. اليوم اتكلمنا على الديتا هيراركي، اتكلمت على البت، اتكلمت على البايت، اتكلمت على الفيلد، اتكلمت على الريكورد، اتكلمت على الفايل، اتكلمت على الداتابيز، اتكلمت على البيج داتا، اتكلمت على الاسكي وعلى اليوني كود، وعرفنا يعني ايه برنامج. اتمنى في ختام المحاضره ان المحاضره تحوز على اعجاب حضراتكم، عاوز اسمع منكم، شجعونا ان احنا نكمل في الكورس ده، خلي عندك ارادة وان شاء الله تتعلم، وان شاء الله نراكم على خير المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.